هذا هو الترسان اللي كنخدموا به بالماكينه او كنخدموا به باليد زواق المعلم او كنخدموا به الدفره والسيفه. الترسان هذا ضروري من بخروه والتبخير باش كيكون كيكون يعني اما بهاد بلانشا او كنبخروه بالبخار ديال الماء او كاين اللي كيديه المصبانه كيبخرو كذلك بالبريسا. هاد الترسان هذا كيتبخر علاش كنبخروه باش ما كتكونش الخياطه مكمشه. اذا كانت عندك الخياطه مكمشه كيكون عندك المنتوج ناقص، الجوده ناقصه، كتكون الصناعه عندك ناقصه، لهذا كتبخر الترسان باش كتكون عندك الخياطه متلوقه باش ملي كتكمل البياسه ديالك كتصلحها او كتطلقها يعني بالمصلوحه او الحديده كما كنسميوها حنا، كتكون عندك الخياطه متلوقه. لكن اذا ما بخرتيش في الاول كتكون عندك الخياطه مكمشه، لهذا ضروري ما تبخر الترسان هذا، ترسان او كابلي او اللي كان قبل ما تخدم به. تبخير ضروري ومؤكد. خدمتي به في لي ماشين خصك تبخرو، خدمتي به باليد خصك تبخرو، خدمتي به الزواق المعلم خصك تبخرو. اذا ضروري هذا الترسان هذا خصو يتبخر. هذه معلومه يعني من طبيعه الحال ما نكتموهاش وخصنا نوصلوها لجميع الاخوان والاخوات اللي عنده رغبه في التعليم واللي كيخدم اللي وقع له مشاكل في الصنعه، يعني في هذا النوع ديال التكمش كيكون السبب الرئيسي قبل لي ماشين قبل الخدمه كيكون الترسان. الترسان خصو يتبخر هو الاول. الى فيديو اخر ان شاء الله.